نشكر قناة الموصولية لحضورها. نحن رئيس المنظمة الإنسانية العالمية ومعي الأخ مدير عام المنظمة الإنسانية للأمور المالية والعقود. جئنا بالتعاون مع الأخ شعلان صاحب كوفيه الماردين لتوزيع المساعدات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك في منطقة الطوالب، وإن شاء الله نحن مستمرين في توزيع المساعدات الإنسانية. وكذلك احنا بادرنا بإدارة المنظمة بتعمير الدور السكنية في مناطق عدة من المناطق المنكوبة في الساحل الأيمن، ولدينا كذلك مشاريع مع وزارة الصحة، وإن شاء الله سيتم بالقريب العاجل تنفيذ جميع المشاريع التي أنيطت للمنظمة بالتعاون مع منظمة إيناس المحلية. حاليا هسه الدور اللي تم انجاء يعني ترقيمها 400 دار، والباقي 450 دار قيد الترقيم ومع المهندسين اللي يقيمون الان بجولات في المناطق عده من الساحل الايمن. جئنا نقدم يد العون والمساعده لجميع عوائل المتضرره. نحن المنظمه العالميه الانسانيه العالميه في نينوى الان نقوم ان شاء الله بتوزيع المساعدات بمناسبه قدوم شهر رمضان، ومبارك عليكم من الان ان شاء الله، ويكون رمضان الخير والبركه. هذه الوجبات الغذائية توزع من قبل الأستاذ شعلان صاحب كوفي ماردين الذي يقع في منطقة الغابات، ونحن الآن في الجانب الأيمن لتوزيع مساعدات على القرى المتضررة، وسوف يكون التوزيع بشكل بين يومي أو أسبوعي إن شاء الله. حاليا 200 سلة غذائية وقابلة إن شاء الله للتكاثر والإكثار إن شاء الله من الخيرات، وإن شاء الله سوف يقوم بعض المتبرعين أيضا من الأصدقاء في أهالي من أهالي نينوى بالتبرع أيضا لاستكمال إن شاء الله للوصول إلى 1000 سلة غذائية في الأيام المقبلة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وبالتعاون مع المنظمة الإغاثة الإنسانية العالمية بواسطة منظمة إيناس المحلية. قمنا بتوزيع 200 سلة غذائية في منطقة الطوالب في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، وإن شاء الله نوعدكم في المستقبل سنقوم بتوزيع سلات غذائية أكثر وأكثر إن شاء الله. ما عندي كل شيء، يعني حتى بيتي راح وغراضي راح وكل شيء ما ظل عندنا، والله ما نمدنا بما عندي والله. والله علواء يقولون قالوا والله خطيجة وطلعوا ويعملوا لي طابق واحد علواء، والله يعملوا لي والله مرتين يمكن من زمان ما هسا يعني من زمان. والله علواء والله العظيم ما عندنا كل شيء، الله خلقه والله شاهد والله العظيم، حتى المواد اللي عيوزعوها زي ما بالكامل عينطوا هاي مال الوكالة. نشكرهم على شهر رمضان، والله يبارك فيهم والله ينطيهم، وإحنا بحاجة وبخير ما عدنا. منظمة الإنسانية العالمية.